إدارة حتى كي نجيو للفنون الشعبية، لما نأتي للفنون الشعبية نلموها نجد أن الركيزة الأساسية في كل الفنون الشعبية قديمة هي المرأة. ولما نأتي لإمزاد هو تعزف عليها المرأة ويحاصر ألحانها الرجل، يعني الرجل لما يسافر ويعود فيه جلسة من يستقبله؟ هي المرأة داخل المخير، لذلك تحمل إمزاد في المخير، في سواء أن كان الحرب أو الرحلة أو أي ما سجون خارجي، لما يأتي يجلس يعطي ما أتى به من حكايات وما هي ما رأه في الحرب والتشجيع كلها الأمور. وبذلك القصائد الموجودة في إمزاد تلقاها مهما حكموا على شخصي يحكوا على شخصيات معينة أو حادثات معينة أو رفع همم معينة. وبذلك المجلس نتاع إمزاد يقولوا له المجلس الراقي لا يجلس فيها إلا من ارتقت نفسه إلى الجلوس فيه. طيب ربما لديك إضافة في هذه النقطة يعني بخصوص آلة الإمزاد. نعم، عندما ذكرت الإمزاد لابد أن نشير إلى إشارة جد يعني صعبة علينا نحن ككل، يعني في الأيام اللي فاتت يعني حوالي شهر هكذا فقدنا أحد أهم عمدات آلة الإمزاد اللي هي أمرية وفاطمة المدعوة بأشاننا. واليوم الحمد لله كما يقولوا بالعامية اللي خلف ما مات، اليوم عائشة ألامين يعني أخذت دور الأم نتاعها اللي هي عميدة الإمزاد، ربي يرحمها إن شاء الله. نحييك عائشة على هذا الدور الذي أخذته، هو ما لا اليوم حتى آلة الإمزاد يعني من نوع الكبير راهي آلة اليوم راهي حتى للنوع الصغير اللي راه من البنات نتاعهم راهم يتعلموا، وهذا هو الدور الأساسي الذي نقوم به نحن كديوان وطني حديث الثقافي العقار، هو حماية والحفاظ وتسمية التراث المادي واللامادي للمنطقة. زميلة رتيبة، نضيف هناك أن الرجل الترقي لا يهتم بالعزف على الآلات الموسيقية كثيرا، وغالبا ما تجد الرجل الترقي ربما في هذه الفنون يهتم بالشعر. الآلة الوحيدة التي يعزف عليها الرجل الترقي هي تغانيب والله تزمرت كما يسموها عنا، مثل ما هي عند الزميل عند الفنان مولودي أحمد. تفضل مولودي أحمد حدثنا عن هذه الآلة. آلة التزمرت هي آلة بسيطة أتت من الطبيعة ومن قصر الطرب على نفسه في البادية، والآلة هذه تعبر على المواشي اللي مع الراعي في البادية. أول شيء فيها أربع سقبات أو أربع عيون تختلف عن كل يعني الآلات النفخية أو الصوتية، آلة تيموها فيها أربع عيون اللي هي تعبر على المواشي اللي مع الراعي آنذاك. والآلة هذه تنطق يعني أو تحكي في النغمات نتوعها على الطبيعة، مثلا هناك يعني مثلا مقطع مثلا يقضيض هو يقضيض يعني شي كاين يعني يقضيض في الطبيعة عايش مع الراعي في الغابات، هو عبارة عن الطير والآلة هذه يعني كل خطوات الطير في الطيران نتاعه أو ما عايش تشوف مع في الصحاري يعني تنطق بها الآلة هذه أثناء العزف. هناك التزمرت تحكى في مقطع روري هذا. نعم، يعني لو سمعنا الآن بعضا من هذه الآلة يعني أعطينا نغمة من الآلة. نغمة هذه.